السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من قناة اسكنور. رجعت لكم فيديو جديد، وبالفيديو هذا راح نطلع الايتم هذا اللي قدامكم اللي هو الموسو ارمر. هذا الايتم ميزته ان ما تنطقون او ما تأثرون بهجوم الاسهم. يعني هو ما تأثرون، ما يأثر بالهجوم عليكم، يعني ستان، يعني ما يسوي لكم ستان، ما يحرك جسمكم او اي شيء. المهم انه ما يغثكم من الاسهم. طريقة الايتم هذا سهلة مو صعبة، مثل ما قلت لكم اتوقع انكم طلعتوه وانتم ما تدرون. لازم نلعب مرحلة Conquest of Nanjong، نلعب ويا نانمان. حط ايزي انا مو مهم، نقولكم لاعب قوي. انا بلعب ماتشاو، راح تلاحظون ان كل ايتم كل خيل وكل جوهرة راح العب ماتشاو. ايه خلنا نبدي. الايتم هذا حيل سهل، اوكي. في اشياء اسمها جاجرنوت اللي هم مثل مراكب، المركبة اللي على شكل نمر اللي تطلع نار. اللي عند هذه اللي عند هذه يوينج، كل لازم نسويه ان اول ما ندمر وحدة لازم ندمر الباجين كلهم باقل من 5 دقائق. وهذا شيء سهل، ما اعتقد ان راح تواجهون صعوبات فيه. يعني هو مو ايتم صعب. اللي يتابعون فيديوهاتي ودي اعرف ايه هذا هو اول ما دمر وحدة لازم ندمر الباجين. عاد وين القى الباجين؟ هاي هذا واحد. انا ما اعرف كم واحد، اتوقع انهم 3 او 4. لا في زيادة. هم شكلهم 5. What's going on? We're supposed to be invincible. في بعد واحد او واحدة. هيك مش كثر باقي. هذه مشكلتهم ان ما يبينون. كاول جاجرنوت هاف بن ديسترويد. طلعت الايتم. طبعا مثل ما قلت لكم مو صعب، سهل حيل. شنو كنت قاعد اقول؟ ابي اعرف كم واحد من اللي يتابع فيديوهاتي يحبون داينستي وورير على ساموراي وورير، وكم واحد يحب العكس، يعني يحب ساموراي وورير اكثر. لان انا ودي اكمل انزل عن ساموراي وورير، بس ما ادري، يعني والله ما ادري، شوي مليت لاني ما طلعت اللعبة هذه، ما طلعت فيها شيء. قاعد العب نسخة الاكس بوكس الاتش دي اللي هي مو موصل فيها انا واجد. وين الايتم؟ كهو. فا اي قولوا لي شنو تفضلون انتو، داينستي ولا ساموراي؟ في ناس يفضلون اوروتشي، انا احب اوروتشي.
بس ربشي 3 طويل. أورتشي 4 ما كان ذاك الزود صراحة، بس عارف أخي لعبة يعني جماعية كذي، لعبة ووريرز أول ستار. ذيك لعبة خايسة، لعبت التوصيل، توصيل داينستي وورير أول توصيل لعبته. أول ما طلعت لوبو، لما تلعب لوبو في نفس اشياء هو يقولها او يبي يسويها، وفي شغله ان يبي يقلب على العالم كله، واذا فزت تخلص القصه. فزت وخلصت القصه، وقتها عبالي ان هذه طريقه يعني القصه بحق داينستي وورير، حق يعني قصة داينستي وورير بوريرز أول ستار. اللعبة كانت ما أدري يعني ما كانت حلوة. خلنا نذبح القائد الأخير نخلص المرحلة، ما نحتاج نكمل. اللي يحبون ساموراي تبون ينزل عن اي لعبة من ساموراي، في لعبة ساموراي ووريرز ما لعبت واجد منها، لعبت شوية حيل منها لانها ما نزلت انجليزي، نزلت انجليزي بس نزلت بالوي اللي هي ساموراي ووريرز 3. فاي انتو شو تبون العب؟ ودي العب يعني كذي بس لعب عادي، مو اطلع اشياء ولا اسوي اشياء معينه. ولا تطلبون تكفون، لا تطلبون مثلا ابي تختيم داينستي وورير الثالث، لان داينستي وورير الثالث والرابع يعني ما ادري ما ينفعون تختيم. الثامن ينفع تختيم، بس انا ما بيبدي شيء الا لما اخلص هالجزء كامل يعني كل ايتمز كل شيء. عشان كذي قاعد تشوفوني انزل الايتمز يعني الفيديوهات بنفس اليوم بنفس الوقت. هذا هو الايتم. اوكي ان شاء الله لكم استمتعتوا بالفيديو، ان شاء الله ان فاتكم الفيديو اكثر. بكمل ان شاء الله الفيديوهات ورا بعض ان شاء الله. من ناحية الخيول، اي خيالة تبوني انزل عنها اول؟ لان خلصت الخيالة الحمراء، خيالة لوبو، باقي الثلاث خيول الباجية والفيل، اي واحد فيهم تبون اول؟ نشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.